كورة يتابع ردود أفعال جماهير الشرطة بعد الفوز على نفط الوسط بثلاثية. إن شاء الله نودع 23، إحنا متصدرين إن شاء الله. وتحية لعلي سالم الإعلام المبدع، أقول له يحكي لنا موضوع بلال. إحنا حكينا ويا علي الشحماني لأن صار خلاف مشنو فطارده من الفريق، نريده يرجع. بس إحنا مثل ما تفضل الأخ أبرامي نوجه رسالة للأخ علي سالم أن يحكي لنا موضوع بلال، يعني هو ابن النادي وصار له ما يقارب 20-25 سنة. زين، الشغلة الثانية أكو الحمد لله وشكر الفريق رجع بعد الإصابات والأخيرة مال إدريس، نتمنى له الشفاء العاجل هو والأخ أحمد فرحان. مبروك الفوز لجماهير الشرطة ولاعبين وإدارة يعني، وشكرا للجميع يعني. أول 4-5 لعبات الشرطة مو قد بعز الإمكانيات، بس إن شاء الله الحمد لله وشكر الشرطة عاد، والشرطة لعب أداء ونتيجة، وإن شاء الله نقول لهذا الجمهور مبروك وألف مبروك، ونقول للنادي الألف مبروك. هذا الشرطة يواصل انتصارات مباراة بعد الثانية، لكن تبقى الجمهور متفق على شغلة واحدة إنه الشوط الثاني هو شوط المدربين، ولازم مدرب تكون لمساته موجودة. المدرب بنت شخصيته يعني، بينت هالفترة بينت هالخمس لعبات، أول ما أجى يعني بعد ما التزموا اللاعبين وشاف له. بس هو المدرب، احنا دائما احنا عرف المدرب الشوط الثاني جاي نشوف النوع الفريق، الشوط الاول يأدي، الشوط الثاني ما جاي يأدي. المدرب جديد فتره قليله، غدرنا يعني احمد صلاح وطلعته قبل اسبوع، فان شاء الله نتمنى له التوفيق لاحمد صلاح ونتمنى التوفيق لمدربنا.